أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل يقضى دين الميت الذي لم يخلف تركه من الزكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، كونه يقضى من غير الزكاة لا شك أنه أحوط، لأن الزكاة تبذل للأحياء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية، فتبذل للأحياء ليستعينوا بها على مهامهم وعلى حوائجهم، ودين الميت يقضى من التبرع،